هنا يأتون كل يوم غير مدركين كيف سيقضون ساعاتهم الطويلة. ماذا سيرون؟ من سيستقبلون؟ مع أي ظروف سيتعاملون؟ كم إنسانا سينقذون؟ وأي نوع من الأخبار سينقلون؟ أكثر ما يتقنونه الآن هو الإصرار وروح التحدي. الأهم من هذا كله أنهم صامدون من أجلك، من أجل عائلتك، من أجل مجتمع دولة الإمارات. خلف كل عزيمة هناك أنت، وبقوة عزيمتك تقوى عزائمهم. قل لهم شيئا الآن.